الأمور بتتصعب عليا، أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لي ده. هدي نفسك يا سيف يا ابني، فوض أمرك لله. أنا مش عارف ليه ربنا بيعمل معايا كده، مش معنى أنا. والله العظيم يا ابني ده قدر ربنا، وربنا قادر يعوض عليكم بعيل تاني. ده بدل ما تشكر ربنا إنه شافاك وخلاك تخلف. خليني أخلف، خليني أخلف عشان أتهم مراتي بالخيانة وأضربها بعد ما قتلت ابني. قتلت ابني بإيديا يا أمي. نصيب يا ابني، نصيب يا حبيبي. لا يا أمي، أنا كنت قاصد أقتله، كنت بنتقم منها، فاكرها خاينة، بنتقم من مراتي ابني. أنا قتلت ابني يا أمي، قتلت ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا قلبي وجعني عليك يا ابني، والله أنا موجوع أكتر منك. أنا بدعي لك يا ابني إن ربنا يعوض عليك بعيل تاني. أكيد ربنا عارف إنك ما كنتش تقصد، وده ما كانش قصدك. سهام مش عايزة تعيش معايا تاني. أعذرها يا ابني، أنت عارف الطنا قد إيه غالي، وهي كانت بتتمناه، بتتمناه من زمان قوي، ولما جه خسرته. أنا كمان خسرت يا أمي. لو كنت أكتر واحد في الدنيا دي بتمنى ومحتاج له أشوفه قدامي ويكبر. مش بكفيها ده كله، سقام عايزة تخلعني. إيه؟ تخلعك؟ أيوة، سقام عايزة تخلعني. أنا سيف الحديدي اللي اتهزله 100 شنب، مراته عايزة تخلع منه لله الشيطان. بس لا، انا سيبها بس بمزاجي وقت ما انا عايز، لكن تخلعني لا. ولو حاجه مش هقتلها. صلي على النبي، هقتلها يا ابني. مش كده يا ابني، مكروه. مش كده يا ابني، صلي على النبي. اتفضل يا جميل يا قمر، بيتك ومطرحك، نورت الدنيا كلها. يا ميت مرحبا. وانت بقى عايش هنا لوحدك؟ كنت عايش لوحدي، لكن من النهارده بقى هنعيش سوا في المستقنص. وهتاخد بقى مني كام في السكنه دي؟ اخد ده انت تسكني وتاخدي الايجار اللي انت عايزاه. يا اختي عليك يا جيجا، شقي والله. موهبه من صغري والنعمه، اموت في المستقنص. بصي بقى، ده بيتك ومطرحك، البيت بيتك، خدي راحتك قبل ما اخش انا اخد دش واجي لك في المستقنص. ماشي. اموت انا في المستقنص. ما عدتش طايق البيت ولا طايقها، عشان المصيبه اللي احنا فيها دي بسبب استهتارها واهمالها. يا هشام يا ابني، ده قضاء الله ولا راد لقضائه، وبعدين الحمد لله قدر ولطف. بنتي بقت عاجزه يا بابا، بقت محبوسه في كرسي متحرك، ما بقتش تلعب ولا تتنطط زي الاول. ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يشفيها ويخليها زي ما كانت واحسن كمان. وبعدين يا هشام، ده امتحان من عند ربك سبحانه وتعالى. ونعم بالله يا بابا. بس تعرف، انا كل اللي قاهرني ان بنتي وامها هي السبب في عجزها. يا ابني ده قضاء ربنا زي ما قلت لك. وبعدين ما تحملش منال المسؤوليه كلها، وما تنساش ان هي كمان امها، وقلبها محروق عليها زيك بالظبط. يا ابني محروق؟ دي بردة، دي ما عندهاش احساس. هو انا عاوز اطلقها من شويه. يا هشام، شيل فكرة الطلاق دي من دماغك، ويا ابني اسمع نصيحتي، مفيش داعي تهد بيتك بإيدك. هو لسه ما تهدش يا بابا، ما تهد خلاص، وتهدد معاه حاجات كتير قوي حلوة. يا هشام، لو حياتكم الزوجية فشلت وما كانش في بينكم أولاد، أنا كنت أول واحد هيقول لكم اتطلقوا، وكل واحد فيكم يروح لحاله. بس يا ابني النهاردة ما ينفعش الكلام ده، وخصوصا إن في بينكم بنت، وكفاية اللي هي فيه.
وبعدين ما تنساش ان البنت ملهاش اي ذنب في الخلافات اللي بينكم دي يا ابني، ولو انفصلتم هتكسروا حاجات كتير قوي جوه البنت، فما تظلموهاش اكتر من كده، حرام عليكم يا ابني. يا رب يا رب يا كريم. امتى؟ فين الهارد اللي عليه فيديوهات الراجل الامريكاني يا جيجا؟ بقول لكم انتوا مين؟ مش مهم احنا مين، المهم الهارد. والله العظيم انا بلا دعوه. بص الفيديو ده كان بلوه اتحلفت عليا. بقول لك ايه، هتقول الهارد فين ولا علقك؟ لا انفد بعمرك وطلع الفيديو بدل ما احنا نطلعه بالعافيه. ايه يا جيجا، انت عندك ضيوف ولا ايه؟